بالابكار الاذاعه المهجنات الاصايل الخمسه كيلومترات هي الحاضره ايضا المسافه المقرره في هذا المساء اسير مباشره الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول من تاتينا هناك الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مصر بالقوبه ايضا مرها ولكن من الجانب الاخر تدخلات ايضا من خلال تواجد هناك الطيره لأيضا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة أيضا منها وهنا دخول أيضا آخر من خلال تواجد هذا الشعار شعار هجن الرئاسة وتواجد الظبي ليتواجد أيضا راشد بن محمد بالسم المنصوري وهناك الله وصلت العنود وصلت الضيف العزيز القادمة من المملكة العربية السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود عاشق العمال يتواجد سالم بن حمد البطين المري يقدم انطلاقة العنود في هذا الشوط ولكن من الجانب الآخر الدخول بشعار هجن الرئاسة بتواجد روعة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتواجد في هذا الانطلاق بينما الدور دور المركز السادس ليجد هملوله لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد وانطلق مع السماوي وانطلق مع الاسماء القويه وما شاء الله تهانينا تهانينا لهجن الرئاسه على هذا الفوز مشكور مشكور يا ابو ذياب مشكور يا ابو ذياب واسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار في المركز الثاني روعه من هجن الرئاسه العنود لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود اتت ثالثا رابعا هملوله لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان والمركز الخامس المركز الخامس وصلت هناك الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مصر بالقوبع يضمرها هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هكذا كانت الانطلاقة وهكذا أيضا كان الأداء الرائع والجميل إذا مشاهدينا الأعزاء لنا عودة بالتوقيت الزمني ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الرائع والجميل هنا 7 دقائق 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية مؤكدة هذا التوقيت الظبي من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري تهانينا هي المستحيل على هذا الفوز والانتصار ثانيا من وصلت ايضا هناك روعه من هجن الرئاسه بقياده عيسى بن احمد بن مايد الخيلي تهانينا والناموس لهجن الرئاسه والتهنئه ايضا لاحد شبابنا المضمرين 7 دقائق 45 ثانيه 8 أجزاء من الثانيه تهانينا والناموس بينما المركز الثالث كان وصول العنود لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود بقياده سالم البطين تتواجد ب7 دقائق 47 ثانيه وجزءا واحدا من الثانيه تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار